لسه مكملين مع حضراتكم احتفالاتنا بالذكرى ال 51 لحرب اكتوبر المجيده، وكلامنا عن الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه في نسختها ال 40 وتكريم ابطال الحرب. معانا دلوقتي على التليفون لواء طيار حسن راشد، رئيس اركان القوات الجويه الاسبق والحاصل على وسام النجمه العسكريه في حرب اكتوبر. صباح الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، كل سنه طيبين والشعب المصري دايما في امن وامان. ربنا يديم على حضرتك الصحة. بداية لما نيجي نتكلم عن القوات الجوية ودورها شديد الأهمية في حرب أكتوبر، لو اتكلمنا عن إن إزاي قدرت القوات الجوية تخترق مقرات العدو. طبعا القوات الجوية في حرب أكتوبر دي النتائج اللي اتحققت كانت نتيجة لحرب الاستنزاف اللي تم تدريب أجيال جديدة، استنباط أساليب تكتيكية جديدة، دخول عناصر جديدة، كل ده حرب الاستنزاف اللي استمرت 1000 يوم دي اتدربنا فيها بالدم، خدنا تجارب كتيرة جدا، دي كلها ادتنا خبرات وادت جيل جديد من الطيارين والمهندسين والفنيين خبرات جديدة. ده اللي أدى بالإضافة إلى التخطيط العبقري للسادة القادة العظماء اللي قادوا الحرب دي، إدتنا فرصة إن القوات الجوية مش الضربة الجوية المركزة بس اللي كانت ب 220 طيارة من أكتر من 20 ل 25 مطار طلعوا في نفس التوقيت فوق قناة السويس وعملوا تدمير أكتر من 95% للأهداف فعلا، لا، القوات الجوية استمرت لغاية يوم 24 بتقديم المعونة الجوية لجميع وحدات القوات البرية في الجيش الثاني والجيش الثالث، إبرار الصاعقة، إسقاط المظلات، نقل الاستطلاع. الحمد لله ان القوات الجوية أدت الدور اللي كان مرسوم ليها في حرب أكتوبر بشرف. أكيد. طيب سيادة اللواء، القوات الجوية خرجت 6 دفعات من 67 لحد 73، إزاي استعدوا؟ ومش بس على مستوى الطيارين والضباط، كمان على مستوى المعدات، على مستوى الطائرات، على مستوى الحاجات اللي بيستخدموها أثناء الحرب. طبعا الأجيال الجديدة اللي دخلت دي، أنا كنت في سنة 66، أنا كنت طالب في الكلية الجوية، التحقت بالكلية الجوية 66، تخرجت 68، عاصرت 67 وانا طالب في الكليه الجويه، كنت لسه بتعلم الطيران وشفت المنظر انه الغاره الجويه المفاجاه علينا وطيارات التدريب اللي اتدمرت، المنظر ده ازلته الحمد لله في حرب الاستنزاف وفي 73. الاجيال الجديده اللي دخلت دي بالطيارات اللي كانت موجوده، اللي هي يعني لو احنا بصينا للعدو وتفوقه كان بنسبه 3-1، لان العدد المقارنه النوعيه للطيارات والمقارنه العدديه كان في صالح العدو، انما ده ادانا اصرار بالامكانيات اللي موجوده. انا كنت بطير على الميج 17 انتاج الخمسينيات 54 ضد طيارات ميراج، احدث طياره في المصانع الفرنسيه الانتاج الحرب الفرنسي، ضد الفانتوم احدث طائره كانت موجوده في ترسانه الامريكيه، فيها رادار، فيها اعاقه، فيها صواريخ بعيده، انما بالامكانيات وان احنا اتدربنا كويس والحمد لله في التكتيكات اللي حصلت في حرب الاستنزاف واستفدنا من نقط الضعف والقوه عندنا، كانت الطلعه بتطلع بيحصل فيها خسائر، الناس كلها بتقعد تدرس ايه نقط القوه اللي عندنا، ايه نقط الضعف، وده الحمد لله تنفذ وتنفذ في حرب 73. انتصارنا في 73 ده ما كانش، يعني انا عايز اقول ايه، القوات المسلحة بالكامل كانت معركة أسلحة مشتركة، احنا كلنا يعني احنا بنتدرب كده والقوات المسلحة نفسها بتتدرب كده، كله اتدرب في حرب الاستنزاف. يعني انا عايز اقول الحمد لله ان الجندي المصري والشعب المصري، لان الشعب المصري ده احنا الجيش، كل بيت في الوقت ده من 67 لغاية نصر 73 كل بيت كان ليه واحد في الجبهة، ما فيش حد، كلنا
كل الشعب المصري كان ايد واحده عشان نحقق النصر ونرجع الكرامه ونرجع الارض دي تاني. سياده اللواء، حولتوا طائرات الاستطلاع لطائرات مقاتله وزودتوا عدد ساعات طيران الطيار الواحد، واعتقد ده احنا شفنا فرق ازاي في المعركه وفي القدره على يعني التعامل مع الطائره. الطياره ما كانتش بتلحق، يا دوبك بتنزل تتزود بالوقود وتطلع في عدد ساعات اقل بقليل بكثير جدا من اللي كان المفروض يحصل. ازاي ده حصل اصلا؟ ازاي وصلتوا لهذه المرحله؟ بصي، القوات الجويه دي عباره عن طيار، مهندس فني، سائق معدات فنيه، موجه، ملاح. الناس دي كلها خدت خبرات. المجموعه دي كلها بالتعاون بتاعها تقدر تنفذ المستحيل، وفعلا تحت الضغط احنا نفذنا المستحيل. انا بتكلم على سائق المعدات الفنيه اللي كان بيدخل عشان يحط يمون الطياره في اسرع وقت جدا جوه دوشمه بدقه شديده، يزخر الطيارات، يحملوا القنابل والصواريخ. بصي، المنظومه دي عايز اقول لك كان كل واحد نفسه يرجع تاني ارضه. سينا لازم ترجع تاني، لازم نرجع كرامة الشعب. احنا ما حاربناش في 67، احنا لا. القوات المسلحة لم تحارب في 67، الضربة الهجوم ده الغادر، انما الحمد لله في حرب الاستنزاف وبعدين حرب اكتوبر اللي ادت رجعت تاني كرامة الجند المصري. الارقام القياسية دي جت بالتدريب. بصي، عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني اي مشروع عسكري او مدني في خمس بنود. اول حاجه الايمان بالله طبعا، والايمان بالهدف، الهدف يجب ان نحط، والنصر ده كان هدفنا. النصر ده احنا امنا بيه، صدقناه، نفذناه بنجاح. بعد كده التدريب ده اتدربنا بالدم بكل الوسائل، عرفنا انواع الخداع، انواع التكتيكات. بعد كده التخطيط قضى عبقرة عملون، اختاروا اليوم، اختاروا العبور. انا عايز اوريك، يعني انا عايز تشوفوا الناس اللي بتطلع، العسكري اللي بيطلع ارتفاع على السد الترابي ده 30 40، يعني عمارة 4 5 ادوار، شايل اكل وشايل السلاح بتاعه وايه، وفوق بيضربوه بيه، والارض دي فيها الغام. ده معجزة، ده معجزة. اخر حاجه الالتزام، يعني الالتزام والجديه كانت ده شعار كل القوات المسلحه. والاخيره التضحيه، ربنا يرحم الشهداء، زمايلي ضحوا بارواحهم عشان البلد وعشان الجيل ده اللي احنا عايشينه ده يعيش في امن وامان واستقرار ويحصل فيه تنميه. والحمد لله التنميه ابتدت حتى في سينا دي جزء عزيز علينا جدا جدا. أكيد. لواء طيار حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.